في هذه اللحظات هذه انطلاقة الشوطة السادس في المجموعة الشوط الثالث لجعداننا اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذا مبشر لسيد زايد من مطر بن ضابط الدوسري في أول المراكز أما في ثاني المراكز هذا شاهين لسيد أيمن بسيس رمضان في ثاني المراكز أما في ثالث المراكز هذا السلطان لسيد راشد بن شفيع المري في ثالث المراكز أما في رابع المراكز هذا شاهين لسيد حمد بن صالح الشرقي المري في رابع المراكز والسلل وانتزع المركز الثالث في هذه اللحظات أما خامس المراكز هذا الأسد لسيد خالد بن زايد المري في خامس المراكز في هذه اللحظات لكن روح مع بن مطر روح مع بن ضابط في هذه اللحظات مسيطر سيطرة تامة هذا مبشر لسيد زايد بن مطر بن ضابط الدوسري في هذه اللحظات في أول المراكز أما في ثاني المراكز في هذه اللحظات هذا شاهين يدعو الملكية الشاهين للسيد أيمن بسيسو رمضان مع شاهين في ثاني المراكز أما في ثالث المراكز والسلل في هذه اللحظات هذا الأسد يدعو الملكية الأسد للسيد خالد بن زايد المري في رابع المراكز من الجانب الايمن شاهين للسيد حمد بن صالح الشرقي ولكن روح معنا الخير بروح راح بالناموس وبالمركز الاول بالزعفران في هذه اللحظات هذا اللي في اول المراكز هذا هو مبشر وبشرك بالناموس يا زايد يا بن مطر يا بن ضابط الدوسري ولكن الجماعه واصلينك في ثاني المراكز في هذه اللحظات اللي في ثاني المراكز شاهين للسيد حمد بن صالح الشرقي المري في ثاني المراكز ثالث المراكز هذا هو السلطان للسيد راشد بن شفيع المري مع السلطان في ثالث المراكز والسلل هذا هو السيف للسيد مسفر مبارك بن مسفر الشهواني مع السيف والسيف السيف 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 السيف, السيف. انتزع المركز الاول نقول تهانينا للسيد مبارك محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني هذا هو السيف انتزع المركز الاول تهانينا والناموس اما في ثاني المراكز اللي وصل له شاهين للسيد حمد بن صالح الشرقي في ثالث المراكز السلطان للسيد راشد بن شفيع المري تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و14 ثانيه و46 جزء من الثانيه تهانينا والناموس للسيد مبارك بن السيد محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني